كلمات أغنية حلوة جدا. مصر دايما لما تنوي تعمل معجزات، ومصر جت قبل التاريخ وبعدها جه التاريخ. كلمات حلوة من شيرين. اليوم الحقيقة في خطاب السيد الرئيس استخدم الكلمة اللي المصريين دايما يقولوها لبعض، كان قريب، كان يتحدث إلى المصريين في خطاب، خاصة في بعد ختام الخطاب الرسمي، تحدث إلى المصريين لأنه عارف المصريين، عارفهم كويس، عارف إيه اللي بيقلقهم وإيه اللي يحبوا يسمعوه. استخدم السيد الرئيس بمنتهى البساطة الكلمة دي: بلاش هري، اطمنوا، كبرنا شريف ومخلص. وإحنا متأكدين طبعاً ومؤمنين. أهم ما جاء في خطاب الرئيس، خليني أقول لكم كده يعني تعليق سريع. أعتقد أولاً أنه الجموع اللي أنتم شايفينها اللي كانت موجودة في الاستاد دي جموع شعبنا من مختلف المحافظات، بتمثل كل محافظات مصر. والسيد الرئيس يمكن حس بيهم وحس بنبضهم، وهم كمان بعتوا رسائل للرئيس بأن هم عايزين يسمعوا وعايزين يعرفوا إيه اللي هيحصل. وكلمة الرئيس تحدث في الكلمة الرسمية وشرح المبادرة وحياة كريمة وكيف أن مصر تبني إنسان قبل أن تبني المكان. وده شيء مهم جدا، لأنك لما تبني الإنسان يبقى المكان سهل ويبقى المستقبل حاضر. رسائل الرئيس يمكن قال للمصريين كلمة مهمة كررها أكثر من مرة: لا داعي للقلق، لأنه القلق مش هيجيب حاجة. وقال كمان يعني يمكن حاجة لا يليق بنا أو يليق بمصر أن تقلق، ما ينفعش. وجه رسائل كمان إلى أثيوبيا وقال إنه جاهز مع أثيوبيا والسودان إن يكون في اتفاق قانوني ملزم. شرح كمان ليه مصر راحت لمجلس الأمن، لأن مصر كبيرة وتسلك كل الطرق السياسية والقانونية. وكمان أكد وقال للشعب ما ينفعش تقلقوا، طول ما احنا موجودين الجيش وأنا ما ينفعش تقلقوا، لأنه قبل ما يحصل أي حاجة لمصر لازم احنا نروح. ربنا يسلم الجيش والشعب والرئيس الوطني الشريف. كلمات كتيرة جدا الحقيقة كانت موجود، وكان في رسائل كتير، يعني منها مثلا الرسالة الموجهة واللي أعتقد يمكن الرئيس لم يستخدم أبدا كلمات تهديد، ولكنها كانت كلمات عزة وكرامة. والمصريين اللي كانوا موجودين وبيمثلوا الشعب المصري في الاستاد أعتقد إن هم وصلت لهم الرسالة. قال كمان إن المساس بأمن مصر القومي خط أحمر لا يمكن اجتيازه، شاء من شاء وأبى من أبى. ودي حطوا تحتها خطوط كتير، لأنها كلمة ما فيهاش تهديد لكن فيها قوة. كمان السيد الرئيس قال وشرح للمصريين ببساطة بأنه لازم الموضوع يكون فيه ممارسة الحكمة والجنوح للسلام بشكل عام، ولا يعني أبدا يعني لا يسمح بالمساس بأي شكل من الأشكال بمقدرات هذا الوطن. وأكد أكثر من مرة وقال محدش يقرب من مية مصر، واستخدم الرئيس الكلمة دي أكثر من مرة. رسائل الحقيقة كانت كثيرة جدا. خلينا ناخد تعقيب وتعليق أيضا من الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع. مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا وسهلا. الرئيس قال بلاش هري. ده صحيح. والحقيقة ظهور الرئيس عبد الفتاح السيسي بحد ذاته كان رسالة واضحة جدا للاطمئنان، وهو اعتاد أنه يخاطب الشعب المصري مباشرة بلا وسائط. ودي فظهوره النهارده في الاستاد في وسط ممثلي الشعب تماما، كل محافظات مصر كانت ممثله وكل المؤسسات كانت ممثله، بالتالي التمثيل عبر الشعب المصري. معاك يا استاذ اكرم. او اهم مشروع، مشروع قومي، واكبر مشروع قومي اللي هو حياه كريمه. لكن كمان الحقيقه كان في جزء مهم ومقصود بانه كثير يعني انت اشرت لفكره الهاري وانه القلق مشروع، واحنا ودي قضيه وجوديه وكل شيء، لكن
اطمئنوا ان احنا لدينا سيناريوهات وان احنا بنشتغل من زمان ولدينا حلول، وانه مش معنى ان احنا بنقول ان احنا بنعمل مشروعات لتوفير المياه ان ده معناه ان احنا استسلام او معناه ان احنا صابرين، معناها ان احنا ضعفاء. بالعكس، مصر لديها من القوى الاقتصاديه، القوى السياسيه، القوى العسكريه ما يحمي الامن القومي اللي هو خط احمر، وده كان كلام واضح جدا، بالاضافه طبعا لمشروع حياه كريمه اللي هو فعلا بيمثل حاجه مهمه جدا. يمكن الرئيس اعلن النهارده كمان انه المشروع مش بس هيتكلف، هو بدا ب 515 مليار، قال النهارده ان 725 مليار وربما يزيد، يعني بما يعني ان احنا بنتكلم على اعاده بناء كامله لاكثر من نصف سكان مصر وادخالهم في التنميه وفي التقدم بشكل واضح. طيب انا كنت عايز اسال حضرتك في بعض الرسائل يمكن السيد الرئيس اكد عليها، يمكن هو استخدم كلمه لا داعي للقلق في 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 كلمته اكثر من مره، هو حاول ان هو يطمئن جموع الشعب. كمان قال احنا كمان انتم تعيشوا واحنا نعيش، ووجه الرساله دي بمنتهى الحكمه الى اثيوبيا. كيف ترى دي رساله مصر منذ البدايه بالمناسبه، ويمكن في رسائل مصر السابقه انه احنا عرضنا حلول وعرضنا ان احنا نساهم حتى في بناء السد وفي تشغيله بخبره مصر التاريخيه، وان ثمار التعاون والشراكه اضعاف 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 ما يمكن ان يدفع من ثمن للعناد والحلول الفرديه. الرساله برضو واضحه جدا انه مصر مسالمه وتدفع للتعاون، ودي بالمناسبه سياسه مصر المستمره على مدى السنوات اللي فاتت، انه احنا ما حدش بيسعى للتهديد، ما حدش بيسعى الى التخويف، ولكن امتلاك القوه وامتلاك القدره جاهزه، ويعني الجيش المصري موجود، وده ما هوش مسار تهديد ولكن هو تاكيد لفكره الامن القومي المصري في الداخل والخارج، وان احنا على مدى السنوات اللي فاتت شفنا تجارب كثيره جدا في هذا الاتجاه. اعتقد انه بالتجربه انه ما حصلش انه حصل وعد او عهد وما تحققش، وانه كمان السبع سنين اللي فاتوا مصر واجهت تحديات ضخمه جدا، الارهاب اللي فكك دول، الازمات الاقتصاديه اللي دمرت دول، كان في عشوائيات، كان في فيروس سي، يعني تجارب صحيح تحديات كثيره جدا بتدينا تاكيد لانه الثقه اللي وضعها الشعب المصري في الدوله المصريه وفي الرئيس يعني كافيه جدا لان الناس تطمئن، انه ده مش معناه ان الناس ما تقلقش، بدليل ان الرئيس ظهر النهارده ووجه هذه الرساله للطمأنه، وانا قلت في البدايه انه مجرد ظهوره وحديثه الى الشعب المصري بيمثل في حد ذاته رساله طمأنه واضحه جدا فيما يتعلق بكافه الملفات، وانه كمان هذه الثقه بتضاعف من حجم الاهتمام، وانه احنا مش عندنا سيناريو واحد او ملف واحد بنشتغل عليه، بنشتغل في كافه الاتجاهات، الدوله المصريه جاهزه لكافه السيناريوهات المختلفه ان سلما او حتى اي طريق اخر. اكيد يعني برضه في وجود حضرتك يعني كاتب الصحفي اكرم القصاص ومن المنبر الصحفي بتاعك، يعني سيد الرئيس برضه يعني طالب ما يكونش فيه مبالغه في القلق لا اعلاميا ولا من المفكرين. كيف ترى؟ طبعا ده كلام مهم، لانه والحقيقه كان بيرد على بعض الاشياء، انه الفرق بين القلق حاجه والفرق بين التيئيس أو نشر طاقات سلبية أو إفقاد الشعب المصري ثقته بنفسه، ودي حاجات معروفة على مدى السنوات وإحنا ما التفتناش، وإن الشعب المصري طول عمره ما بيلتفتش وبيشتغل، وكل ما كان يبقى فيه هجوم كان الرئيس بيقول نشتغل أكتر، كل ما نتهاجم يعني المتلفت لا يصل. لو كانت مصر تفرغت إلى للرد على محاولات التشكيك أو محاولات التخويف أو محاولات الإرباك اللي موجودة ما كانش حد عمل حاجة. إحنا على مدى 8 سنوات كان الاقتصاد فين؟ كانت العلاقات الخارجيه فين؟ كانت مصر تاثيرها الاقليمي والدولي فين؟ النهارده فيه تاثير اقليمي وتاثير دولي، ومصر دوله ذات وزن، حتى لو بصينا حوالينا شفنا قد ايه التهديدات دي دمرت الدول وفكيك الدول. ده حقيقي. مصر اللي هي بتتضاعف بتزيد 2.5 مليون في السنه،
في لاجئين في البلد، في ناس رجعوا من بره من الدول اللي تفككت دي، ومع ذلك صامده والاصلاح الاقتصادي مكننا من اننا نواجه كورونا وان الدوله مستمره وتقوى. كل ده بيدي تاكيد لفكره انه محدش يخاف ومحدش يقلق، وحتى فكره بطلوا هاري لا يعني واقل الناس عيشوا يعني كل واحد بقى اقل صح، لكنها حقيقيه لانها بتعني ايه؟ بتعني انه في كثير مما يكتب ربما بحسن نيه، وكثير منه بحسن نيه، وبعضه وكثير منه ايضا بسوء نيه، هدفه افقاد الثقه والنطول الثقه وطول وحده الشعب المصري مع القوات المسلحه مع الدوله. ده في حد ذاته بيبقى عامل ضمان، والرئيس اكد ده اكتر من مره، ووجه شكره للشعب المصري وانه ربنا دائما كرمنا فيما تعلق به السنوات اللي فاتت، وانه ده مستمر، وانه الدوله المصريه لديها طول الوقت الملفات والقدره والسيناريوهات القادره على التعامل مع اي ملف ايا كانت درجه التعقيد. ده حقيقي. انا بشكر حضرتك جدا الكاتب الصحفي اكرم القصاص رئيس تحرير يوم السابع، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.